دكتور محمود محي الدين يحدثنا معكم من واشنطن. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ حمدي، ارجو انك تكون بتسمعني بشكل واضح. كل التحيه لك ولكل مشاهديك ومستمعيك. الحقيقه يا دكتور انا بسمعك بشكل واضح، وكثير من المشاهدين بيسمعوك بشكل واضح، لانهم كانوا يريدون منك رؤيه ما هذه الارباكات المتعمده او غير المتعمده، القدريه او غير القدريه، فيما يتعلق بمسيرة الاقتصاد العالمي بما يذهب به الى ازمه اقتصاديه ربما تفوق ازمه 2008. تفضل. يعني زي ما حضرتك استعرضت في البداية، يعني أنا كنت بحاول أناقش أهم التحديات والمعوقات وما أطلقت عليه المربكات في سبيل سباق الأمم نحو التقدم والتنمية وتطوير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وانه من الممكن انه مثل هذه المربكات تاتي باشكال مفاجئه وغير متوقعه على الاطلاق، ومنها ما هو متوقع من قبل البعض ولكنه ليس منتشرا بالشكل الكافي. يعني مثلا لو بصينا على موضوع الكورونا التي ما زال العالم يعاني من مشاكلها حتى الان، رغم اننا في بلد هنا في الولايات المتحده دلوقتي، يعني هنا خلاص الحياة تكاد تعود إلى سيرتها الأولى. صحيح. من غير كمامات، من غير ضوابط بعد اجتماعي ولا غيره، طول ما الناس عندها اللقاح الأمور ماشية. لكن بتشوف دول تانية في أفريقيا وفي آسيا مع زملائنا اللي موجودين هنا في المؤسسات الدولية بيقول لا، أهاليهم بيعانوا من هذه المشكلة. قبل ما تطلع هذه الجائحة بعدة شهور صدرت تقارير دولية، منها تقرير اشهر بيتكلم عن ان العالم في خطر ولكن ما حدش استمع له. الكلام ده طلع في شهر سبتمبر 2019، ده قبل يعني الجائحه. قبل اعلان قبل الجائحه بحوالي 6 شهور. يعني العالم كان في خطر قبل الجائحه، ما بالك العالم بعد الجائحه. العالم في خطر بسبب الجوائح وبسبب الاوبئه. ده كان التقرير ده مركز على هذا الموضوع في لجنه مشتركه من خبراء دعمهم البنك الدولي ومنظمه الصحه العالميه، وكانت بتحاول تستفيد لو حضرتك تفتكر من الأزمة الوبائية في دول غرب أفريقيا في معرفة بأزمة الإيبولا. مظبوط. قالوا لا، ده المشكلة مش إيبولا بس، العالم غير مستعد على الإطلاق لأوبئة من هذا النوع أو أكبر، وهو ما حدث بعد ذلك. فالعالم في هذه الأزمات بيكون في حالة إهمال ثم حالة ارتباك وهلع وفوضى زي ما شفنا في عام 20 وعام 21. نفس الكلام بالنسبة لموضوع تغيرات المناخ اللي ممكن نتكلم عنه بعد كده. لكن عايز أسأل سيادتك سؤال، كم كلفتنا جائحة كورونا حتى الآن عالميا؟ يعني هو طبعا شوف بحجم التريليونات التي انفقت بشكل غير مسبوق، يعني بعض الدول وصل حجم الإنفاق الإضافي ليها ما يتجاوز ال 25% الدول المتقدمة. لو انت دخلت فيها التيسير النقدي من اقتصادك، تخيل انه 25% من دخلك تم انفاقه في هذا الاطار. دول اقل دخلا يعني كانت الارقام اقل من 2%، وكان اولى بها انها تنفقها في مجالات للتعليم او الرعايه الصحيه او تحسين مرافقها. صحيح. الدول متوسطه الدخل كان الارقام بتتراوح ما بين 6 لل 9% في دول متوسطه الدخل، فهي ارقام كبيره للغايه. ده بالاضافه طبعا تتكلم على ارقام يعني نقود وموارد ماليه، ولكن التضحيه الاكبر بالبشر، الملايين يعني الذين اصيبوا بالكورونا والذين توفوا بسببها. فده طبعا بما لا يقدر باي مال او نقد او بمعايير الاقتصاد. عم نبص على حتى ما كنا، فاكر حضرتك قبل الكورونا كنا بنتكلم على التحدي اللي هو يقول لك الثوره الصناعيه الرابعه. صحيح. وان في ناس هتستفيد منها وفي ناس هتتعطل بسببها. طب ما ده نوع من انواع المربكات. صحيح. لو هتعدد الامثله حتى في مساله التغير الديموغرافي، يعني انت اذا كان عندك في عدد من الدول الافريقيه بتعاني من زياده عدد السكان، انت بتروح اوروبا شمالا يعني شمال القاهره كده بساعتين هتجد في دول بتعاني من العكس. صحيح. وهو نقص السكان، ونقص السكان، وعندك مشكله كمان زياده
يعني الشيخوخة بعدم وجود مساندة. يعني كويس ان الاعمار تمتد، ولكن من غير مساندة اجتماعية ومن غير مساندة صحية في مشكلة اخرى. هو حقيقة دكتور محمود، البعض كان بيتحدث ان جائحة كورونا او ما بعد كورونا سيكون العالم اكثر شبابا، باعتبار ان الاصابات في الاعمار الكبيرة كانت مميتة اكتر من الاعمار الصغيرة، وأن أوروبا العجوز سوف تعود أكثر شبابا نتيجة استقدام مجموعات من المهاجرين من هنا وهناك، بحيث يحصل التوازن أو الأواني المستطرقة، وبالتالي يعني العالم يبقى شكله مختلف. يعني شوف، يعني الحمد لله الإصابات بكورونا رغم زيادتها عن الملايين في آخر أرقام رجعناها كان 6 مليون وتجاوزتها، لكن والاصابات طبعا اكتر من كده بكتير، لكن انت تقدر تقول ان هي غيرت من الهرم السكاني بالمعنى الديموغرافي. لكن الحل الخاص بالهجره دي قصه اخرى، لانه انت بتقول والله اذا كانت في دول مكتظه بالسكان وفي دول بتعاني من الخلل، فالاواني المستطرقه يعني ان العالي بيملى في الفاضي، لكن المساله دي ما تجيش بهذه السهوله.